مشاهدينا نحييكم من جديد. لسه الأغاني ممكنة زي ما استمعنا إلى مجموعة من الأغاني المتنوعة، استعدنا فيها الغناء الجميل والفن الجميل. هنواصل معاكم في بقى مجموعة من الطلبات كتير لأغنية الوسية. كان المشكلة إنها عايزة كمانجات كتير، لكن الفرقة تغلبت. عملتوا انت هتعمل لنا دلوقتي أشبه ب يعني اشبه بيها لان انا الاغنيه طبعا هي معتمده على الكمانجات الكتير. ياسر عبد الرحمن ملحن يعني وكمانجاتي اصلا، لكن هي من اهم الاغاني المتعلقه بتترات المسلسلات طبعا. عم سيد حجاب، عم سيد حجاب طبعا. الله يعني والفرقه استعدت تماما اهو، جاهزين يعني قولوا كده معايا وانا مين اللي قال الدنيا دي وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد؟ سوانا رب الناس سواسية، لا حد فينا يزيد ولا يخس. مين اللي قال الدنيا دي وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد؟ سوانا رب الناس سواسية، لا حد فينا يزيد ولا يخس. عيش يا ابن آدم بكر زي الشجر، موت وانت واقف زيه في مطرحك. عيش يا ابن آدم بكر زي الشجر، موت وانت واقف زيه في مطرحك. ولا تنحن المخلوق بشر أو حجر، وشب فوق مهما الزمان جرح. مين اللي قال الدنيا دي وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد؟ سوانا رب الناس سواسية، لا حد فينا يزيد ولا يخس. مين اللي قال الدنيا دوسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد؟ سوانا رب الناس سواسية، لا حد فينا يزيد ولا يخس. دينا الحياة زي النبات أبرياء، لا رضعنا كد ولا اتفطمنا برياء. دينا الحياة زي النبات أبرياء، لا رضعنا كد ولا اتفطمنا برياء. طب ليه رمانا السيف على السيف، وكفن وجهه غير بالصدق والكبرياء؟ مين اللي قال الدنيا دي وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيف؟ سوانا رب الناس سواسية، لا حد فينا يزيد ولا يخس. مين اللي قال الدنيا دي وسية فيها عبيد مناكيد وفيها السيد؟ سوانا رب الناس سواسية، لا حد فينا يزيد ولا يخس. الله الله. والله لو عايز، لو اي حد عاوز يتعلم الكبرياء والشموخ والعدالة كمان والعدل والمساواة، يسمع الأغنية دي 3 مرات في اليوم قبل الأكل وواحدة والله أنا عارف إنهم هينسوها مرة قبل العشاء، أنا عارف. بس شوف يعني أنت يا جماعة، شوف الناس كيف تصنع الأغنية وتصنع الحالة. ده حالة درامية، يعني أغنية متعلقة بتتر مسلسل
لكن هي قصة فيها 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 كل حاجة يعني. يعني تعلمك كمان يعني تعلمك الشهامة. الشهامة موت يعني، خليك زي الشجر، موت انت واقف زيه في مطرحك. الشجر بيموت واقف. شوف يعني فكرة عم سيد يعني ولا تنحني المخلوق بشر او حجر، وشب فوق مهما الزمان جرحك. يا سلام، ايه اللي عمنا سيد، الكرامه دي، ايه الكرامه دي؟ عشان الناس بس تشوف قيمه هذه الاسماء وازاي بيصنع الفن وتصنع الاغنيه. بتسمع حد دلوقتي يا استاذ محمد؟ يعني السؤال اللي انا قلته، هل مصر اصبحت عقيمه ساعات؟ يعني مصر معقوله اللي انجبت العمالقه؟ لكن مش شايف ان في حاله عقم شويه في المواهب في مجالات مختلفه؟ ممكن تكون موجوده ولكن قليله جدا، وممكن نقول انها مش موجوده كمان. لا موجوده، لا مصر عمرها ما كانت عقيمه، وفيها ولاد كتير جدا جدا شعرة، في شعرة وفي ملحنين وفي موزعين وفي على كل الفنون موجودين. انما الشكل اللي بقى موجود دلوقتي هيصة كده، هيصة وهيفوا يعني، هيفوا الحكاية يعني، هيفوها هيفوها طبعا، هيفوا الغنوة يعني. انا بقول على اللي مستمرين لحد دلوقتي دول ابطال، انه في الجو اللي الهيافه فيه بتنتصر زي ما انت بتقول، ده كويس انه موجود على الساحه، انه موجود. انما لو دخلنا ونخورنا جوه البلاد المحافظات دي، وهعملها على فكره، هتعمل ده؟ انا اهو من عندك بقى. انا هعمل بقى البرنامج ده ان شاء الله، اكتشاف. هروح لهم، انا هروح لهم وهجيبهم، ومش هعمل زي البرامج اللي هي التجاريه، المسابقات الغنائيه الاعلانيه دي اللي هي التجاريه وكده، تجاريه لا، وهنكسب منها كمان ان شاء الله. بس انا هفضل ورا الولاد اللي هيطلعوا دول لحد ما يبقوا نجوم ان شاء الله. لان المسابقات دي اللي حتى اللي بيفوزوا فيها بتقابلهم بعد 5 سنين او 4 سنين، فين قاعد في البيت خلاص، او قاعد في البيت خلاص. انت المفروض الشركه اللي هي بتعمل الحكايه دي تفضل معاهم لحد ما يبقوا نجوم، وهم بعد كده وهيكسبوا يعني. منهم يعني انت هتعمل مشروع هتبقى فيه زي الغواص اللي رايح يكتشف لؤلؤ من تحت البحر، وهتشوفها تتجول في المحافظات ان شاء الله. ومش هعمل بقى نجم واحد، اللي هو في ناس بالظلم جدا. نعمل ثلاثة. مصر كبيرة يعني، انا لما لف محافظات مصر دي مش هطلع ثلاثة؟ لا يعني بالتأكيد في مواهب مختلفة قوية جدا، قوية جدا. ثلاثة في الغنى أصواتهم حلوة يعني؟ طبعا طبعا، ونفضل وراهم. الشركة اللي هي تعمل البرنامج ده تفضل وراهم، وإلا مش هعمل حاجة يعني. ده هيبقى شرطي إنهم يفضلوا ولا الولاد دول لحد ما يبقوا نجوم. ما اشتغلتش في السيرك مع عائلة الحلوة يعني؟ هو لا، السيرك ثقافة. بس انت ليه ما خدتش الاتجاه ده؟ والدي منعنا يعني، ما كنا بندرس وكده يعني، فما ما يعني ما ما دخلتش الحكاية دي. ما دخلتهاش يعني. والدك قال لك لا، مع يعني مع انه يعني عائلة الحلم معظمها يعني، ولحد دلوقتي يعني الاجيال اللي بعدينا وكده موجودين دلوقتي في السيرك يعني. وبالذات حكايه الاسود تدريب الاسود، لان دي اصعب حاجه يعني، صعبه. موجودين لحد دلوقتي. ولما بتشوف الحوادث اللي فيها الاسد بيهجم على، وحصل اكثر من واقعه متعلقه بغيبك يعني، والله يا اخي زمان ما كانش في حوادث من دي برضه، مش فاهم ايه اللي حصل. يعني الحوادث دي كترت برضه في الايام يعني في حوالي 20 سنه اللي فاتوا دول. انما قبل كده ما كانش فيه، وحتى وصل للحيوانات اللي كان يعني لما تروضها وتدربها فتبقى اليفه يعني. وكانوا بيبقوا يعني، وانا في بيت ابويا كانوا بيبقوا موجودين وهم صغيرين لحد 6 شهور، ويروحوا على السيرك عشان يتمرنوا مع مع الولاد. هنسمع تتساوى؟
واللي تجرح يتداوى. واللي تجرح يتداوى. تتساوى والله ان شاء الله هتتساوى. ان شاء الله. هتتساوى. ان شاء الله. ان شاء الله. ودي كان في الـ في الـ في كمان في الـ الـ الالبوم الاول اللي أول انت انطلقت بيه اللي هو كان فيه عراف. بس اغنيه من الاغاني ايضا الباقيه اللي تعيش دايما يعني. وتطلب لما كنت ببقى في حفلات او كده بتطلب لحد دلوقتي. هنسمع تتساوى اهو. حافظينها ولا تتساوى مسير المجاريح تتداوى تتساوى يا قلب حتتساوى مجاريح وبنتحمل منه جرحونا ومحناش جرحنهم مجاريح وبنتحمل منه جرحونا ومحناش جرحنهم وباعونا بالرخص ولكن حافظين الود وشارينهم وباعونا بالرخص ولكن حافظين الود وشارينهم مجاريح وبنتحمل منه جرحونا ومحناش جرحنه جريح وبنتحمل منه جرحونا وما احناش جرحنه وبعونا بالرخص ولكن حافظين الود وشارينه وبعونا بالرخص ولكن حافظين الود وشارينهم يا ما شفنا بعنينا هزاو تتساوى يا قلب حتتساوى اللي احنا بنرعاه ونغني نقول روحنا فداهم احبابنا اللي احنا بنرعاه ونغني نقول روحنا فداهم عايزيننا نروح نترجاهم لدا احنا مفيش بينا عداوه عايزيننا نروح نترجاهم لدا احنا مفيش بينا عداوه يا ما شفنا بعنينا قساوة تتساوى يا قلب حتتساوى الله الله يا سبحانه. عايز اسالك مين بيعجبك من الاصوات دلوقتي اللي هي خلينا في قبيله الاصوات الحلوه يعني ما طبعا في يعني في عند عنصر نسائي وفي عند عنصر رجالي امال وشيرين وفي مي فاروق دي مغنيه عظيمه جدا وفي ريهام عبد الحكيم مغنيه هايله دول من الاوبرا يعني وريهام معروفه ومي معروفه كويس وفي في بنات والله ممكن ايمان عبد الغني في كذا صوت
ممكن انسى يعني بالنسبه لل للبنات يعني. في خالد سليم حلو، لؤي حلو، محمد بعض انا انسى، حمائي عشان دايما نقول حمائي ما نقولش محمد، حمائي حمائي احنا واخدين نقول حمائي. لما قلت محمد ضاعت منك راح حمائي. ف وفي ممكن انسى، ممكن انا اسف، احمد جمال. احمد جمال صوت جميل. نعم في احمد سعد طبعا، احمد سعد طبعا. وفي بقى مغني كان في مسابقه برضو اللي هو اسمه ايه، ستار اكاديمي السنه اللي فاتت، باين اسمه محمد، محمد سعد. لا محمد شاهين، لا في محمد سعد، في اصوات جميله عندنا، ودول على فكره مصريين. عايزين فرصه يعني، الولاد اللي هم طالعين عايزين فرصه بس، او اللي على الساس ونهتم بيهم. انت شايف في اصوات حلوه جدا، لكن عايزين للاسف الشديد ما فيش مؤسسه تدير ده، او يا ريت يبقى في مؤسسه، ان شاء الله تكون مؤسسه الدوله نفسها تصرف على اولادها. على فكره الغنى ده مش كلام فاضي، وعلى فكره لما يقولوا مصر ما فيهاش مطربين ده شيء مش كويس. يعني مستقبلا مش كويس. مش كويس طبعا، ما ينفعش. احنا دوله رائده يعني، لينا رياده، رياده كبيره. ما ينفعش ما يبقاش عندنا مطربين مخدومين و و و, و يعني اصل المغني ده سفير في اي حته، بيروح سفير طبعا بلده طبعا. لازم نهتم بيهم بالامانه. ثروه بالفن يعني، اللهجه المصريه مثلا، ما هو الناس تعودت عليها بسهوله من الافلام والمسلسلات والغنى طبعا. طبعا ام كلثوم وحدت اللي عمرنا ما كان فينا عندنا واحده عربيه يعني، ام كلثوم كانت بتوحدهم. ام كلثوم حفلتها كنت تلاقي كل العالم العربي عندها. طبعا للاسف طبعا احنا كمان يعني نتمنى ان احنا نستعيد الحفلات تاني، يعني زمن الحفلات و ان شاء الله يعني. احنا الحمد لله احسن بكتير يعني من سنتين بتاع ثلاثه، الحمد لله يا رب يعني. وان شاء الله هتكمل ان شاء الله. عارف انك ما بتحبش السياسه او بس في وقت الاخوان قلقت شويه، ما خفتش على البلد شويه وعلى الفن؟ على فكره انا ما كنتش عارف انهم كده. يعني انا ما كنتش عارف يعني، لان كان ليا اصحاب يعني عاديين، ناس عاديين يعني، وفيهم شعراء وفيهم ومغنيين وفيهم فجاه كده يعني. يعني ايه؟ مش معقول يعني. انا يعني خدت فيهم ألم يعني، اصحابي اصدقائك يعني. يعني كان ليك حتى اصدقاء من، ما هو يعني ربما انه اكتشفناهم لما تمكنوا السلطه، لما تمكنوا اكتشفناهم، والحمد لله ان احنا اكتشفناهم. وانت عامل اغنيه في 30/6 ان شاء الله هنبقى نحتفل بيها يعني ان شاء الله. لانه 30/6 يعني احنا الان حتى بنسعى لتحقيق اهداف 30/6، فان شاء الله الاغنيه دي عاملينها علشان انا عاوز اقول 30/6. عاوز اقول للولاد الصغيرين وللشباب كمان ان في رئيس قاعد يلف يعني، نقول ايه بس يعني، بيسابق الزمن وراه مؤسسات زي مؤسسه الجيش دي. لازم يكونوا فاهمين الولاد، لازم يفهموا مين دول يعني، ايه المؤسسات اللي عندنا، مؤسسه القضاء، مؤسسه الشرطه اللي هم بيحاولوا يضربوا فيها ويطلع قله فيهم، قله مش مظبوطه طبعا في اي حته على فكره، لكن لا تسيء للشرطه بالكامل. في الطب فيه، وفي المهندسين فيه، وفي الفن فيه، وفي كل حته. انما ما نسلطش بقى الضوء على احنا دلوقتي محتاجين نقوم بالبلد، مش يبقى في ناس بتشتغل وناس بتهد بالشكل ده، مش معقول يعني. في حتى المناسبات الوطنيه يعني، انت في اكثر من مناسبه وطنيه
وكنت موجود يعني، وال لانه الفتره دي كانت مهمه جدا كمان طبعا، والاغنيه تلعب دورا في شحذ الهمم وتوحيد الناس واشعال الحماسه الوطنيه عندهم طبعا. ولا يمكن ابخل ابدا او اقول لا لاي مناسبه لبلدي، لا يمكن. طيب احنا هنبقى نختم خالص بعد الاغنيه، يعني هنحاول نشوف اغنيه دلوقتي لعبد الوهاب مثلا، وهنختم بأهيم شوقا تاني لانه الناس طالبينها تاني، هنختم بيها يعني. كله ضرب ضرب برضه. الناس اصلها يعني مش عايزه الامسيه تنتهي. لا يعني إن شاء الله. انا بيجي لي عدد كبير لو شفت من الطلبات، لكن في حاجه محدده لعبد الوهاب، لان عبد الوهاب كمان انت يعني هو انبهر بادائك حتى وانت بتغني اغانيه. عشان كده طردني. وطار ما انت حد ما انت عطست يعني. كويس انه عمل كده، كويس انه ما قالش ما شفكش خالص. حذفني ده، كان حذفني من الشباك. ها؟ لا لا نقول مذهب. لا مش عارف. طب ليه في يوم وليله حلو؟ لو لو ده سول ولا فا؟ سول. انا هبتدي اهو، انا هبتدي مش لازم. لا مش انا اللي ولا انا اللي اشكى لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خطر وانا ليا حق معاك، لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكى لو جرى عليا هواك، مش انا اللي اجري واقول عشان خط وانا لي حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالم وفاكرني هتركك، انا قلتها كلمه وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا 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 محمد عبد الوهاب طبعا بالنسبه لك قيمه كبيره وتعلمت منها كتير، بس هو كان بيعمل تطوير ونقله كثيرا، وده اللي انا سالتك فيه يعني، انت ما بتحتاجش تقول شويه لما اشوف الجيل المتعفرت الجديد ده بتاع الانترنت وبتاع الموبايلات ذوقه فين وحاول اعمل اوصل له؟ لا هي لازم هو الغنى يعني ام كلثوم باقيه للجيل ده واللي بعده واللي بعده، لكن ما بتفكرش شويه؟ مفيش حد بيقول لك ما تيجي نخاطب الجيل الجديد ده؟ احنا بنعمل شغل يعني. ان شاء الله يعني، بس طبعا انت حاله مصر كانت او بالنسبه لنا احنا يعني بنبقى متضايقين عليها يعني، فبتخليك لا عندك نفس تدور ولا عندك نفس، انما الحمد لله يعني بنشتغل يعني في حاجات وبسمع حاجات، انما مش عن طريق اللي هم الولاد اللي بيقعدوا يبعتوا لبعض المزيكا. اصل المزيكا ايه يعني؟ ممكن دلوقتي على اي اورج كده يقوم جاب حته والاورج بقى يقول لوحده خلاص بقى احنا وصلنا. ايه ده من نفسه كده الوقت؟ ايوه ده لو داس على بتاع كده يقول لحن يعني خلاص، ويقول لك انا عامل لحن، واقول لك طبعا ويتخانق معاك يعني. فانما لا نخاطب الولاد
طبعا في كلام ما تقدرش تخاطبه لان في لغه دلوقتي في 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 وسط ولادنا يعني صعبه شويه يعني مش لا ما هو مش معنى تخاطب انك تنزل للغه الروشنه مثلا بتاعت ونفض وبتاع ده نفض دي ممكن على فكره انا اكون متاخر دلوقتي يعني نفض دي ممكن اكون انا متاخر طبعا ده نفض قديم طلع بعديه نفضت لي وبتاع وبتنفض لي ده لا ده قديم في قاموس ما بعد ذلك كمان يعني ما انا متاكد ان في بس انا ممكن اكون انا ما يعني ما وصلتش انت ضد حكايه انه حد يقول لك ما ننزل اصل الناس بتقول كده والناس بتعمل كده يعني حتى اللي بيعملوا المطاوي والسكاكين والشتائم بيقول لك ده واقع موجود وكانه مطلوب منه انه ياخد من الواقع اسوأ ما فيه مثلا يعني وهو ده اللي حصل لنا ده اللي حصل لفئه كبيره انهم خدوا من الواقع اسوأ ما فيه وخدوا من الـ من الـ من الحريه اسوأ ما فيها فهموها غلط انت ضد الاسفاف والابتزال تماما يا استاذ محمد اكيد طبعا وعلى فكره مصريين كتير جدا يعني ضد الاسفاف وضد الحاجات دي طب عطسه محمد عبد الوهاب دي ده هطردك دلوقتي تاخدني دلوقتي في ايدي تقول انا هكمل 10 ايام مش هاجي لك الا بعد 10 خلي بالك دي يعني ما حصلتليش من يوم ما اشتغلت المهن ده عشان كلمت عن عطسه محمد عبد الوهاب ما هو لعنه الفراعنه فمصريين كتير مش عايزين الشكل ده وحضرتك طبعا يعني ايدك في الموضوع وعارف ان في ناس كتير الناس ضد الاسفاف والابتزال في الاعمال الفنيه وفي الغنى وبقى في حرب شديده من الناس عليه لكن للاسف ما زالت منتشره وسائده يعني واحده واحده يعني اللي عنده بيت يخاف عليه شويه اللي عنده اسره يبص لها شويه واحدة واحدة نبقى يعني هنبقى أخف على الأقل أنا عارف إن مش هنرجع زي الأول مفيش حاجة بترجع زي الأول ولا مزيكا بترجع زي الأول ولا حاجات من دي وإنما على الأقل نبقى إيه يعني شكلنا أحسن طيب اللي هو بتاع الكليب طب نشوف الكليب ده وبعدها هنسمع بقى هيمو شوقا تاني نختم بيها اللي الناس عايزينها وانت تروح تاخد دواء بقى عشان طب هنشوف الكليب ده وهنرجع لكم تاني ترجمة
الكليب ده من سنة، بقاله كم سنة يا أستاذ محمد؟ ممكن يكون 94 أو حاجة 94. جمال عبد الحميد المخرج، جمال عبد. بس شوف الكليب يعني عبارة عن مواقف ومفيش فيه ابتذال، مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة. فده وبيحبوه لحد دلوقتي لما يجي بيحبوه الناس. في بقى البويا والبيض والكل، كل ما تبدا يحصل حاجه، يحصل مشكله لما يبقى عايز يكلمها او هي ما بيكلمهاش لاخر الغنوه. يحصل له موقف بقى كوميدي يعني. لو جه حد قال لك لا يعني ما تيجي نعمل كليبات نحط فيها شويه التحبيش بتاع اليومين دول والبانيو والسرير والكلام ده، تقول مش هتليق علينا يعني، ما كان في ايدينا نعملها. انت مهذب بتقول بانيو، ها؟ انا مش هو مش بانيو، هو حاجه تانية، مصيبه سودة مش معقول. لما شوف ده في ناس عاشت على الكليبات دي وبقت اسماء هكذا اعتقدت يعني لبعض الوقت. لا بس مش الحاجات المسفه ده ينتهي على طول وملوش علاقه بالفن ولا بالغنى. بالسلامه ده، بالسلامه. طيب هختم معاك بسؤال وبعدها هنسمع المشروع اللي انت اعلنت عنه، عشان عايز الناس حتى كلها تساهم في ده. لو اعلنت عن هذا المشروع بالفعل، وهو البحث عن المواهب في كل المحافظات، الحقيقة هتبقى مهمة فنية ووطنية. مفروض لأن في ناس موهوبة ولا تجد من يصل إليها، ولما بيصلوا ما بيكملوش. مش اكتشافهم بس، ما بعد اكتشافهم كمان، ما بعد اكتشافهم. إن شاء الله وحنكون معاك خطوة بخطوة في هذا المشروع كجنود خلفك، يعني لأنها الحقيقة مهمة بنحتاجها. ولما تيجي من واحد من أساتذة الصوت الحلو وأساطين الصوت الحلو، فهتنجح إن شاء الله. إن شاء الله. وبرضو إحنا بنسمع الناس يعني أصوات جديدة وألوان من الغناء جديدة ومحترمة. ده مهم يعني، ده مهم جدا للدولة يعني. البنى لازم يكون بنى في كل حاجة، لازم. إن شاء الله. وانت واثق انه الـ 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 الغناء الحقيقي هينتصر وهيستمر ويبقى ساقط حظ. ايه؟ حائط صد. لا، ساقط حظ. حائط صد قدام يصد الموجة المتدنية للأسف. إن شاء الله، بإذن الله ربنا يعني يوفقني وأقدر. إن شاء الله. أنا بتوجه بالشكر، عشان هنختم بأهيم شوقا ونطلع منها، لأن يعني بعد الـ وده طبعا بناء على طلبات عدد كبير من هم طالبين طبعا أغاني تانية، حتى قلناها نقولها تاني، لكن هنختم بدي. ممكن أرجع لهم بعد الفجر بقى، نصلي الفجر ونرجع. شوف الناس إزاي لما تلاقي الـ 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 الغناء الحقيقي والصوت الحلو فتبقى عايز تتسمر امامه على الشاشه. يعني في ناس كتير يا استاذ وائل، والله حفلاتنا في الاوبرا انا وعلي وهاني ومدحت وامال وكل الناس دي قبليها بثلاث شهور يعني محجوزه الحفلات، ففي ناس كتير طبعا محتاجه. والناس بدات تعود تاني للبحث عن الـ 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 الفن الحقيقي والغناء الحقيقي بجد. أنا بشكر المطرب الكبير محمد الحلو اللي أمتعنا، واللي أنا ما زلت مصمما على استخدام تعبير بالحلو. هنتخلص من الوحش، والحلو هنا للدلالة على الأصوات الحقيقية الحلوة الجميلة في مواجهة التدني وفي مواجهة القبح. هذه الأمسية قد تكون نموذجا نتمنى أنه يسود وينتشر. بتوجه لك بالشكر. شكرا. وإن شاء الله نعاود هذه الأمسية في أوقات تانية إن شاء الله.
وحشكر الفرقة على القانون وليد حسن، أهلا بيك وألف شكر. على كمان محسن ياسين، محسن ألف شكر. على الأورج الأستاذ هشام عبد الفتاح، طبلة الأستاذ صفوت سرور، والطبلة أيضا الأستاذ ياسر سرور، وعلى الأستاذ هاني زين، كورال محمود المغربي وأحمد عبد السلام، والقيادة دكتور محمد عبد الستار. ألف شكر دكتور محمد. هنسمع أهيمو شوقا، وإن شاء الله يعني نهيمو شوقا للفن الجميل وللمعاني الجميلة وللحب دائماً.